وايد احبه اجان بس ويبوا لي حق عيد ميلادي وشي وايد فرحني بصراحه. صديقتي جابت لي اياه اللي هو هذا صرصور المدغاسكار، من اكبر انواع الصراصير، يبي يكبر اكثر عن شيء. سو هالصرصور كان في خاطري من زمان وربيعتي جابت لي اياه حق عيد ميلادي، من اكبر انواع الصراصير، يسمونهم الهيسنج روتش او المدغاسكار روتش. وايد اليفين. وازاي بتعتني بيه؟ سهل العناية فيهم بصراحة، يعني تعطينهم أكلهم، تخلينا عندهم طول اليوم، مرة واحدة في اليوم يكفيهم. بس يأكلون كل، أعطيهم وايد أشياء، أعطيهم أكل القطاو بس مفتفت، and أدلعهم، أحط لهم فواكه أحيانا، أحط لهم خضروات وشي، بس الناس يستغربوني ما أحط لهم أشياء، بس يأكلونه يحبونه. ومن يومين لقيت إن عندهم بيبيز. تصويتكم. سؤالي إيه؟ هل يجي منه نوع يطير؟ يا ايش فيهم القطاوة، ايش فيهم الطيور، ايش فيهم يا اخي الاشياء هذه، يعني وقفنا على هذا الشيء صراحة للناس فيما يعشقون مذاهب، بس بالنسبة لي هذا شيء جدا لا بالضبط. وجايبت لها هدية عيد ميلاد يعني، وكيف ماسكته بحب يعني، ما تفهم ايش القرف. لا والقطاوة فعلا حتى اكل القطاوة صار ياكلوه. لا وفواكه لو سمحت، تعطيهم فواكه. لا تكفى.